تحية النصر الملابس والمنسوجات كابو، وماذا نتوقع لسهم كابو؟ خلينا نتكلم بمنتهى البساطة على كابو ونقول الموجة اللي احنا فيها. احنا هنقينا دورة سعرية، عملنا منها واحد، عملنا اتنين، عملنا تلاتة، عملنا اربعة، والموجة الخامسة جت منقطعة وما حققتش الأهداف اللي كنا نتمنى انها تكسرها عند مستويات الـ2.45 جنيه، واكتفت بالمستويات دي. ولو رحنا على فريم المانثلي مع بعض لحظة هنلاقي نفسنا تحت منطقة مقاومة عنيفة اللي بتنتهي عند مستويات الـ2.45 جنيه. ده النظرة العامة على السهم. كمان لو جينا نبص هنلاقي ان السهم ده لو رحنا على فريم الديلي، اسف، هنلاقي ان السهم ده اصلا في البداية كمان صاعد صعود خماسي هنا، كمان اللي هو بداية الانعكاس بتاعته اللي هو عمل لي صعود خماسي ايضا عند المستويات دي كلها. يعني انا النهاردة بشوف صعود خماسي، لحظة، بشوف صعود، هنروح على فيلم الويكلي عشان يبقى نجمع الشرط مع بعض، بشوف صعود خماسي، تصحيح، صعود خماسي. طيب اول اهم حاجة نبص هل حصل انعكاس في السعر من المستويات دي، يعني انا هل كسرت مستويات 161 فيبو من المستويات اللي انا فيها؟ انا احترمت مستويات 127 فيبو، وده المحير بقى ان انا رحت عند مستويات 127 فيبو والموجة كانت منقطعة واكتفيت بهذا النموذج. النموذج ده يا جماعة هو ماذا يعني؟ يعني ان ده نموذج تصحيحي بامتياز، ان ده A B C لتكملة الاتجاه الهابط. ده السيناريو اللي ممكن يجي في دماغ اي حد. طيب لو انا كملت اتجاه الهابط، انا الموجه الدوره السعريه السابقه منتهيه وانتهت عند مستويات ال 35 قرش. طيب لكن في برضه وجهه نظر اخرى ان دي ممكن تكون موجه قطريه، وقطريه بادئه اللي هي ممكن تيجي، والقطريات يا جماعه احنا دايما بنتكلم ان هي ممكن تيجي يا اما 5 3 5 3 5، وده سيناريو، وممكن تيجي 3 3 3 3 3. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا ما زلنا بنتعامل على الفكرة الإيجابية وليس على الفكرة السلبية، وبنتعامل بالعقل يعني بمنتهى البساطة. أصل أنا لو حصل هبوط عنيف وده تصحيح عظيم، وهيحصل، هل هينزل السهم لمستويات 35 قرش؟ لا، ولكن ده سيناريو لازم نكون حاطينه في دماغنا وباصين ان ده هيكلة نموذج تصحيحي. ريجلر فلات عادي جدا، عمل الضلع A ونزل صحح بالضلع B، وعمل الضلع C اللي هو عند مستوى 127 فيبو واحترامها لتكملة الاتجاه الهابط. طيب اتعامل مع السهم ده ازاي؟ اول حاجة هعملها هرسم قناة سعرية، ودايما الموجة القطرية بتتداول داخل موجة سعرية. اول حاجة كسر لي الحد العلوي للقناة بتاعها، طيب خليني جوه القناة السعرية بتاعتي وانتظر. اول حاجة كمان عند الحد الاوسط للقناة انا احترمته وارتديت منه بعنف، وده يدعم فكرة انها موجة قطرية. تمام، عايز اخد بقى مستهدفات الموجة التالتة في التصحيح. احنا قلنا ان ممكن الموجة التالتة توصل وتصحح في قطرية لحد مستويات 61 فيبو. 61 فيبو ان معنى اصح هيحصل تداخل بين قمة واحد وقاع اربعة، وده برضو طبيعي في الموجات، واحنا كنا عملنا درس عن الموجة الوتدية والقطرية ان قاع اربعة هيتداخل مع قمة واحد، وده اللي حصل حاليا ومرجح انه يحصل. يعني انا مناطق الطلب بتاعتي اللي اهتم بيها وبشكل مهم قوي جنيه 15 قرش لحد جنيه 40 قرش، وما زلنا نتحدث عن سيناريو ايجابي. السيناريو السلبي واعرف ان دي مش وتدية ما بيحصلش للاسف الا لما اكسر قاع اتنين. يعني انا لو كسرت قاع اللي هو 51 قرش ال 52 قرش اعرف ان انا خلاص رحت، وبمعنى صح لو انا كسرت المستويات دي بقوه انا هخرج. يعني لو كسرت مستويات الجنوب 15 قرش مش هقعد، ولكن خلينا نتكلم عن النظره الايجابيه بشكل ما. يعني انا بنتظر ان انا هتروح الاسعار عند المستويات دي، خصوصا الموجه القطريه لما تصعد اهدافها هتكون عند المناطق دي، هنبقى يعني داخل القناه السعريه وهيبقى تكون لي نموذج تصحيحي، نموذج قصدي اندفاع بادئ لتكملة الاتجاه الصاعد، ولكن هصححه
وبعد كده اخد موجه عنيفه تكسر لي هذا الجدار العنيف. طيب يبقى انا اول منطقه عندي بالنسبه لي هطور فيها الاسعار عند مستويات الجنيه و35 قرش الى مستويات الجنيه و15 قرش، وما زلنا نتحدث ان ده السيناريو الايجابي ودي مناطق ما بين ال50 لحد مستويات ال61 فيه. طيب انا بقى عايز اروح لاربع ساعات واشوف اول حاجه الزخم، انا عندي الزخم بيزيد وبقوه. طيب كمان انا ممكن اكون عملت اول ضلع من التصحيح، لو الضلع ده في منتهى البساطة انا عايز اشوف الهيكلية بتاعة الصعود اللي هتحصل من المستويات دي، هل الصعود هيحصل على شكل تصحيح وهستهدف موجة سي تاني وانزل للمستويات دي، وبالعكس لو انا بقى مزنوق جوه السهم ده هبتدي اخرج، ولا ايه الوضع؟ لان كمان لو رحت على فريم الساعة ومنتهى البساطة انا شايف اساسا ان الموجة بتاعتي دي لسه يعني في انعكاس حصل، ولكن الانعكاس جه بزيادة. يعني انا لو قلت مثلا ان انا بداية الانعكاس بتاعتي دي اول موجة اهو اللي هي واحد واثنين اللي هي بداية الانعكاس اهو، فانا لو خدت عليهم فيبوناتشي وقلت اخد المستهدفات اهو واحد واخد قاع بتاعه هنا، فلاقي نفسي ان انا كسرت المستويات كمان وبعنف، يعني كسرت الاهداف كمان وبعنف، يعني نزلت وكسرت وبقوة وكسرت كمان، ده انا كسرت كل المستويات وبعنف. فاعتقد ان ردة الفعل اللي حصلت من المستويات دي بتأكد ان المناطق دي مناطق قوية، وانا انهيت تقريبا الضلع الاول من التصحيح. وكمان لو انا نزلت على فريمات صغيرة قوي مش هيبقى متضح الرؤية، انا روحت على فريم ساعة هلاقي برضو ان الرؤية مش واضحة للسهم ده، ولكن انا شايف ان الضلع الاول انتهى واختبرنا الحد الاوسط للقناة، وما زلت اتوقع صعود تصحيحي لتكملة الاتجاه الهابط، وبعد كده نعمل قاع جديد، وبعد كده نشوف هل هيحافظ لي على المناطق دي وبقوة، وعلى فيلم الدنيا معلش تاني، هل هيحافظ لي على المناطق دي وبقوة اللي يحصل منها ارتدادة، وكمان لو كسرت المستويات دي ما زلت محترم ايضا قمة الموجة الاولى اللي هي قمة الانعكاس، اعتقد المناطق دي لو كسرت خلاص، ولكن خلينا نتعامل بشكل ايجابي، وما زلت مقتنع يعني الى حد كبير ان دي قطريه اماميه وبدايه الانعكاس حصل من عند مستويات ال 35 قرش، ومناطق الطلب بتاعتي اعتقد ان احنا هنشوف رده فعل ايجابيه من المناطق دي، ولكن عايزين نشوف الموجه بي اللي هتصعد شكلها ايه الاول، وبعد كده نستهدف الموجه سي، وبعد كده نبحث عن الشعر. لو في الموجه بي صعدنا بقوه ووصلنا لمناطق عرض جيده هنخرج، يعني لو لقيت نفسك صعد وصعدت وفي المنطقة جيدة وانت مش خسران اجني ارباحك واخرج، وما تستناش يحصل قاع جديد وما تبقاش تحت الاحتمالات. لكن انا مقتنع يعني شبه يعني اميل لفكرة انها قطرية امامية، واعتقد ان احنا هنتحول على ترند صاعد في اي وقت، بس هنعمل قاع اربعة اللي ممكن تيجي عنيفة شوية، وبعد كده هنطلع نجني الارباح من المستويات دي، وبعد كده هنصحح لكل هذه الموجة لما يخلص الضلع 5، ده اللي انا شايفه الكابو، ولو في اي تحديث او في اي اشاره ان شاء الله هنعمل له تحديث، وبالتوفيق.